السلام عليكم من جديد، أهلا بكم ومرحبا. اليوم إن شاء الله إخواني راح نوريلكم كيفاش نخدموا لكارت فيزيت بي في سي اللي يجيو مخدومين عظم هذوك بلاستيك. طريقة سهلة وبسيطة جدا، شاهدوا معي كيفية القيام بذلك. أول خطوة اللي هي نخدمه الكونسبسيون ولا نخدمه لكارت فيزيت تاعنا في الفوتوشوب ولا وين تساعدك أنت. انا خدمتها وكملت. هنا واش راح ندير؟ نصوف غارديها. كي صوف غارديها جي بي جي، نروح نفتح برنامج ام اكس 5 لكارد فيزيت، ام اكس كارد 5، نفتحو نديرو صفحه جديده. هذا البرنامج يساعدنا فماه كي نمبريميو لكارد فيزيت، يمبريمينا كل ورقه يمبريمي فيها 10 كارت فيزيت بنفس الحجم. نفتح هنا الكارت فيزيت اللي نحتاجوها اللي هي هذه، حطها هنا. وشي كارت فيزيت كي نحطوها نخدموها نقلبوها ميروار، فهمتوا؟ دوك نوريكم علاش ميروار. نديرو امبريسيون بينت، شوف كي نديرو بينت واش يصرى. ها 10 كارت فيزيت في ورقة واحدة، فهمتوا؟ نحاولوا برك نحطوها قد ورقة. نديروا نوع الامبريمونت اللي حنستعملوها اللي هي كانون. نديروا برينت فوتو برينتر. نديروا كاليتي، واش نديروا؟ نديرو هاي، تجي كاليتي كبيرة. ونديرو اوكي. نروح نشارو الامبريمونت تاعنا. هذه الامبريمونت اللي قلنا فيها جا دونكر، نشعلوها. نفس الفكرة هذه. هنا نحلو ورقي هذم. هذه بابي نورمال، هذا بابي بريستول ولا بابي عادي، حسب واش حاب تمبريميتا. نروحوا للبابي اللي هو بي في سي. هذا هو البي في سي اللي نحكي ليها. شوف الورقه تاعو قد ما عخشينه. هذا ما مش راح يدخل في الامبريمونت. كاين ورقه تجي مع اللي هي هذه الشفافه، هذه ورقه، هذه فيها دو فاس، جهه امبريمابل وجهه نورمال. دوك نشوفوا برك وين من الامبريمابل. لحظة، كيفاش نعرفوا الجهة الامبريمابل ولا الجهة اللي راح تمبريمي عليها ولا لا، وانا اللي تصلح للامبريسيون وانا اللي ما تصلحش؟ شوفوا يا جماعة كي قشرت الجهتين، الجهة هذه شوف كي قشرتها كيفاش بان. شوف كي قشرت الجهة اللي هذه اليمين كيفاش بان. هذه تنحات، شوفوا فيها البلاصة اللي تتنحى ما نمبريميوش فيها، نمبريميو في الجهة اللي ما تنحاش اللي تتخربش برك. هذه فهمتوا كيفاش نديروا لها؟ انا الامبريمونتي تبدا تمبريمي من الورقه من تحت وتطلع لفوق. حطها كيما هذه هكا، نجدو تيروار هذا هكذا، نحطو الورقه تاعنا في النص، نعدلوها هكذا ونكملو. نحط الورق كل مع بعضاهم، نحط الورق تاعنا حطيناه قلنا في بعضاهم، ونفتحو الامبريمونت ونديرو طباعة عادية. وشي تكون ميروار كما قلنا، تجي الفوتو تاعنا ميروار. نديرو برينت، نديرو عدد الورق اللي عندي ثلاثة مثال. امبريمي واحدة صح، نشوفوها كيف تخرج ومن بعد نسيو الاخرين. نديرو امبريمي. ديما مهما تكون ديما سي امبريمي واحدة ومن بعد شوف مع الاخرين. علاه؟ قادر الاولى ما تصلحلكش، تكون كاين ديفو في الامبريمون، ديفو في الورق، ديفو سا ديبون فما تغلط. الانسان قادر يغلط. ديما نجربو وحده باه نكملو هكذا. ابدا تخرج الورقه، شوفوا معايا. هنا الورقة خرجت تقريب مع الحاشية قد. علاه خرجت مع الحاشية قد؟ خطا الورقة اللي عندي هذه تاع بي في سي راهي فيها 20 برك، ما فيهاش 21، فهمتوا؟ العرض تاعها هنا راهو 20 برك.
وبالتالي دير حسابك ديما هنا، دير تزيد تزيد سنتيم تطيح لك قد. شوفوا يا جماعة، درك احنا باش نديرو نهز ورقة من هادم اللي خدمناهم، نروح لهنا. شوفوا هذه الناس كل نورمالمون تعرفها، بلاستيفياز اتروا. اتروا هي تخدم لك ورقة كومبلي، اكات تدخلها بالعرض، ولا اتروا كومبلي. احنا راح نستعملوا هذه اللي هي بي في سي. بي في سي هذا ثاني فيها جماعة زوج غلافات، غلاف من وغلاف من. احنا واش نديرو؟ نحيو جهة بك من الغلاف، قشرة بضوافرنا، سمحوا لي صعيب نصور ونحي بيد واحدة. المهم ها هي، شوفوا بيناتكم المفروض هاي ساهلة باينة، فهمتوا؟ حاولوا برك يا جماعة كي ناخدو ما تقيسهاش الغبرة، فهمتوا؟ كون تقيسها الغبرة ولا تقيسها بيدك راه تتراسي في الورقة. حنا واش نديرو؟ نحط الورقة هنا، نحطها كيما راهي، نحطها هكذا. ما يهمش تجي مكون تجي في النص قد ولا لا، حنا سما راح نديرو جهة واحدة كي تعدو بالفاص لازم نجيبها قد. بصح مادام راح دير جهة واحدة لامبريسيون ما ديرهاش من جهتين، حطوها كيما هاك وفوتها في البلاستيفياز، فهمتوا؟ بس انا نتاكدوا برك من هنا على العوجه ولا لا، وتعدي في البلاستيفياز. معلومة بكي تاخذ من البي في سي كما اللي عندي، هذه لا مارك، هذه راه تسخن بزاف الماشينة هذه، وتفزد لك البي في سي كيعود سخون بزاف يعواج، فهمتوا؟ ماذا بكم تكون شوية باردة، ولا كان لي بروفيسيونال هيك تحكم لها في الحرارة. تكون عندك واحدة بروفيسيونال دير لها الحرارة تاعها ديرها 90، واخد مختار هذه تطلع اكثر من 90، ودي فوا تفزد البي في سي. انا واش ندير؟ نخليها تسخن شوي ونخدمها بالبرد، شغل تولي عندها مود اي هوت وهنا كولد. شوف ديجا هنا هي تبان شوي عواجد، هي ديجا هاي مايله عوجه شوي، فهمتوا؟ هنا على قلت لكم ديروها بالبرد، الحراره تكون 90 قصدي. نكملوا هذه وشوفوا معايا. هنا تقريبا كملت، نعاود لها اختار عليها. شوفوا جماعة عوجة كانت تبان لكم، شوفوا اي راهي عوجة. نحطها نعاودها تعدل راحة تقد راحة. كي تعود عندكم قلت لكم واحدة بروفيسيونال ما تخافوش، راح تخدمها اليز بلا ما تعواج بلا ما تفزد، فهمتوا؟ نكملوا هذه، نستناوها برك تكمل. نكملوا هنا واش راح نديروا؟ هذا البول تاع الفيديو اللي فات نرجعوا له برك نطلعوا عليه. نرجعوا لهذه، هذه واش راح نديروها يا جماعه؟ نقدر نقشروها، خي قلنا فيها دو فاس، الاولى اللي نحيناها قلنا تتنحى نمبريميو فيها، والثانيه نمبريميو فيها. دوك احنا اللي تتنحى هذيك هاي جاتك وقتها بنحيوها. شوفوا كي نحيو، شوف كيف يجي اشهب. شوف كي نحي الغلاف وش يولي، شوفوا معايا كي نحيو الغلاف بدا يبان الكولر، فهمتوا؟ هذا غلاف، هذا راهو للحمايه برك، باه يحمي لك الورقه كي تعود تدخلها في البلاستيفياز ما يخربشهاش، تجي الورقه نظيفه، فهمتوا؟ تبان مرايه. انا نحاول نقشرها، فهمتوا؟ استناو بك نقشرها ونرجعوا للفيديو. شوفوا معايا هنا واش درت، قشرتها وقصيتها على زوج، نحيت الزوائد هذه كما هذه، ها نحيت الزائده هذه وقصيتها على زوج. علاه؟ بنمشيها في البريس هذه تاعنا، هي هذه تقص لي كارد فيزيت، نقصهم كل حجم وحش ونحطها هنا، فوتها في النص، نحكموا الاتجاه تاعها قد اللي نسحقوه هنا هكذا،
وروح لهنا ونجبد هذا الذراع. شوفوا معايا، شوفوا معايا، هاي كارت فيزيت تاعنا بي في سي، شوفوا فيها. نكملوا لي كارت الاخرين، شوفوا، حاولوا بك نقصوا نجيبها الكل كيف كيف، فهمتوا؟ راهي هذه مع الوقت توالفوا عليها تولي تقصوا ليه ليه. انا عاجل نصور الفيديو برك. المليحه في لاباراي هذه واش دير، انها تعطيك لي كارت كل يجيو نفس الحجم، فهمتوا؟ يعني كي تحطوهم مع بعضهم راح يجيو قد بعضهم الكل، فهمتوا؟ ها شوف كي نحطوهم مع بعضهم، فاهمين؟ ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساوش اللي مع اللي اول خطرة يشوف القناة يدير اشتراك في القناة باش يجيه الفيديوهات جدد، ولي اللي مورف يتفرج على الفيديو يدير لنا تعليق مليح، وشاركوا القناة تاعي مع اصحابكم. ان شاء الله تكون القناة تاعي راهي تنفع فيكم. تهلاو في رواحكم وفيديو جاي ان شاء الله. هاي السلام عليكم. هاي النتيجة النهائية لكارت فيزيت، شوفوا هذه هنا خماج تبرك من لونكور كانوا لهيه، مسحوه برك، بخصت بينا قدامكم هنا كيف كيف مليحة. بسم الله عينتوني اللي ليه طاحت بعده. هاي الكارت فيزيت تاعنا كلاسي بي في سي، فهمتوا؟ تنساوش لي عليكم برك، انا علمتكم وريتكم كيفاش. تهلاو في رواحكم. هاي السلام عليكم. ما وريتكمش هذا، هذا ثاني راه هو بي في سي، يجي دوري، استعملوه اللي يحب يديرها مثل واحد ذهب ولا حاجه. شوف بريونت هاك في بريون، هذا كيف 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 نفس الحكايه. ها وشي الورقه تاعو ما تجيش كما الاخر، شوف كيفاه جايه شفافه بزاف. كيف انا نبريميوها جماعه، هنا شوفوا البلاصه هذه قشرتها كم بها ما نضاش نتعذب فيها. كاين جهه، جهه كي تقشرها استنى تبان، جهه كي تقشرها شوف شوف تنحى كي سيلوفان، شوفوا كي سيلوفان اسمع. والجهه الاخرى جايه جايه كيما شو اسمه ذاك لي طريخ لا كيما الساشيه طريه. حنا نبريميو اللي فيه سيلوفان هذا نحيوه، نبريميو فيه شوفوا معايا، نحيوه خلاص، نحيوه داك السيلوفان، شوفوا نحيو السيلوفان ونحطو الورقة تاعنا هنا، نفتحوها ونحطو الورقة تاعنا مقلبة من تحت، البلاصة اللي نحينا لها السيلوفان نحطها من تحت، خاطر كيما قلتلكم لامبريمون تاعي تمبريمي من تحت وتطلع. شوفوا هنا، شوفوا هاي البلاصة اللي فيها اللاستيك هاديك خليتها، نحطو هكذا ونروح لهذا الحكاية هذي، نروحو لهنا نكليك عليها نمبريمي، ندير امبريمي، اختاري هي واجده كلش نفس الحكايه تاع بكري، نديرو برينت، نمبريمي وحده بك نسيي امبريمي، نرجعو لهنا ونستناوها تمبريمي سحريه خلاص. شوفوا قاعده تخرج، شوفوا كي تخرج يا جماعه، شوف تخرج شفافة ها، فهمتوا؟ هاي خلوها تكمل. شوفوا الورقة هذه كما حكينا بكري نفس الأولى، بعد نفس البيضة، عندها قشرة من فوق وقشرة من تحت. هاني حبي فوق هذه قشرة بالكتار بك بتجيكم سهلة، نحيو الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت. هي من المفروض انك تلصقوا فيها زوج جهات، جهة من وجهة من هي، واحدة تكون من بريمية من واحدة من جهة الاخرى فارغة. انا ما نكثرش علي الوراقي بزاف، ندير واحدة برك ونجيب لي امبريميت هذيك اللي هي هذي ميروار، تولو تركبوها مقلبة برك ونحطها هنا. حاول انك ما تقيسهاش بيدك، حاول انك ما تقيسهاش بيدك من الداخل. بعد واش نديرو، نحطوها في هذه هنا ونخليوها تفوت،
هذه الدورية يا جماعة لابلي بار نستخدمها هنا في كي نخدم كارت فيزيتا واحد ذهب ولا حاجة، تعرف لي تعطيري عندها كولر ذهباني جدا حلوة وكلش. شوفوا كيفاش. شوفوا حتى هنا كيف تبان الكولر تاعها، تبان باهية، بعد مازال ما خرجتش مليح، ها هنا بدأت تخرج مليح. ها استناوها تكمل. فضحنا، عرف من يجي لونكر هذا. المهم هذه النتيجة النهائية لكارت فيزيت جولد بصوت ذهباني. شوف كيف تبري، وكان هذه بيضة نورمال. هذا فيزوز بي في سي، ان شاء الله يعجبكم، تعجبكم الطريقة وتفهموها. سلام.